المستمعين اللي انضموا لنا في فقره كنموت على بلادي، غادي نتحدثوا فيها اليوم مستمعينا الافاضل عن دور الفرد في حمايه البيئه، اللي طبعا كتجي من خلال تعود على سلوكيات ايجابيه كتعتبر تربيه وثقافه. اتصلوا بنا لمعرفه ارائكم مستمعينا الافاضل على الرقم الهاتفي 05 37 70 59 39، او بعثوا لنا رسائلكم عبر رقم الواتساب 06 61 88 68 68. مع الدكتور نوال الفرجي، احنا معكم حتى ال 11 فقره كنموت على بلادي. دكتور نوال، صباح الخير. صباح النور ساره، اش اخبارك دكتوره؟ لاباس عليك؟ بخير وعلى خير الحمد لله. اذا اليوم بغينا نعرفوا المستمعين ونذكروا اكيد مازال كنهضروا على هذه المواضيع. نعم طبعا، وانما نبغي نذكروا باهميه ودور الفرد في حمايه البيئه، اللي طبعا بعض الافراد كتصدر منهم سلوكيات ممكن انها كيعتقدوا على انها صغيره، هذا رمى، هذا النفايات، الاخر يجي حتى هو، كتكون بالنسبه لهم شي حاجه بسيطه، من بعد كتجمع حتى كتساهم بواحد الشكل كبير في ضرر ديال البيئه. أكيد. الى جانب السلوكيات اللي كنشوفوا حنا مثلا سايقين في الطريق، غادي الناس كتلقاي سياره فخمه وواحد الناس اللي راكبين فيها تبارك الله عندهم واحد المستوى فيه. وانما ملي كيدير داك كيحل الشرجم ويرمي دوك النفايات ديالو، كينظف هو السياره ديالو وكيلوح حال الشارع للناس فين فيه. فاحنا بغينا المستمعين يشاركونا بارائهم في هذا الموضوع. أكيد. هذا اكيد، وكنظن انه شكون فينا اللي ما شافش هذا النوع ديال التجاوزات. نعم يعني اكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد انا والبيئه تخصنا كاملين، يعني كيف حالي قلتي في الاول، وكاين تجاوزات، كاين سلوكيات اللي احنا اللي ما كتمثلش الشعب المغربي، ما كتمثلش ثقافه الشعب المغربي والاخلاقيه ديال الشعب المغربي. فاكيد كل واحد كيقول واخا ماشي مشكل انا نقي داري اولا نقي الطوموبيل ديالي، وانما الشارع شكون اللي غيديها فيه؟ اولا بعض المرات تلقى حتى في المدارس، في مكان العمل، يعني بعض الامور اللي هي يعني ما كتمثلناش حنا نهائيا. ومزيان اننا نذكروا، لانه من الادوار ومن الحلول الطياغ ديال باش اننا نحميو البيئه ديالنا اللي كيف حالي قلت تخصنا كاملين التحسيس والتوعيه. وهذا الشيء اللي بغينا حنايا نديروا اليوم باش نذكروا، ماشي نوريو الناس شنو غيديروا، وانما لان كل شيء عارف، يعني كل شيء عارف، لان النظافه اولا من الايمان، وحنا يعني كمغاربه مسلمين فهذا الشيء في الثقافه ديالنا، يعني على باز ماشي شي حاجه اللي هي جديده لينا. فكاين يعني هاد السلوكيات اللي كيبحال قلتي كنشوفوها في الطريق العام، اللي كيبحال مثلا الانسان تيكون عنده تتشط عليه شي حاجه تيحاسه منها صافي تيلوحو. كاين كذلك حاجه اخرى اللي هي النفايات المنزليه، يعني المنتوج ديال الاستهلاك المنزلي اللي تا هو اللي انا كنشوفو فيه، خاصه دابا مع التكاثر السكاني، مع العمران، مع يعني التغير في النمط ديال العيش ديالنا، ولينا دابا كنشوفو عمارات اقامات الى اخره. وتفقنا تكلمنا على الجيران، من الطرق اللي كنأديو بها جيراننا هو كيفاش كنتعاملوا يعني مع هذا الاستهلاك المنزلي. لان كتلقاي حالات نوال مثلا شي واحد خرج ديك لابوبيل ديالو من دارو، ما عاجبوش الحال يحطها في باب دارو، كيمشي كيحطها لجارو تيكحاز واحد شويه ديك الدار الاولى الثانيه الثالثه، كيكحاز وينفصلها ليه مع دارو. فعلا هو راه بعدها عليه، وانما راه قربها لانسان اخر. اوليو ما انه يمشي يزيد واحد شويه غادي يلقى اكيد غادي يلقى دوك لي بوبيل اللي بلا ما نتكلموا يعني على الرمي العشوائي، بلا ما نتكلموا يعني الطرق ديال التعامل السيء مع القمامه او مع النفايات المنزليه. فكاين بزاف ديال الاشكال كبحال اللي قلتي، تنقدروا مثلا نحطوها عند قدام جار، كنقدروا اننا نرمي بطريقه عشوائيه، وهذا الشيء للاسف حنا باقيين كنشوفوه حتى في المجال الحضاري. بحال اللي قلتي تيكونوا سله ديال القمامه اللي كتكون يعني اللي هي العيش العام، وانما بلا ما نتكلموا على يعني ذاك الوعاء او السله اللي حنا خصنا نستعملوها يعني باش نديروا فيها القمامه ديالنا. وبعض الامور اللي كنشوفوها كتلقى مثلا اما بزاف الاكياس بلاستيكيه، اما واحد بلاستيكي واللي فيه كل شيء، فيه الادوات الحاده وفيه يعني المخلفات العضويه وفيه السوائل، وكيبقى هذاك الشيء غادي وكينقط بطبيعه الحال. خصوصا ما تحط في التروطوار هكذاك حتى كتجي شي قطه ولا شي حاجه فعلا كتحلو. هذا الشيء حنايا ننتظروا، لانه الحيوانات الضاله راه كاينه في جميع المدن، هذا الشيء ما نساوهش. دونك وبالتالي في المنظر بطبيعه الحال ديال المدينه اولا ديال الحي ما كيكونش مشرف نهائيا، وما كيعكسش الاخلاقيات ديال هاد الناس للاسف. كذلك يعني من الامور اللي كنشوفوها انه بعض المرات، وهذه نقطه مهمه، هو انني نحدد الوقت فين غادي نخرج هذا الاستهلاك القمامة
ديال السنة ديال الوقت معين. كاين الناس مثلا كتلقاها هذوك لي كاميون ديال اللي كيجمعوا القمامه كتلقاهم باغ اكزومبل كيدوزوا بالليل اولا بالصباح بكري، وكتلقى السيده ولا الناس اللي ساكنين في هذاك المنزل نهار كامل ولا السله خارجه اللي داز تتحل الى اخره. وبالتالي كيف حالي قلت قبل ما نتكلموا على الامراض، قبل ما نتكلموا على التلوث ديال البيئه وديال الهواء الى اخره، فالمنظر ما كيكونش واش شريفنا يعني. وبالتالي الاسف منظرنا رائحه وبعض المرات ولينا كنشوفوها حتى في المجال القروي، يعني خاصه القرى اللي كتلقى مقربين شي شويه للمجال الحضاري. للاسف بعض المرات كتلقى حتى هما الاستهلاك ما كيكونش فيه هذاك لوتخي ولا ما كيكونش فيه هذاك الانتقاء الاولي اللي كيبحال نفرقوا مثلا المسائل اللي غادي تقدر تنفعنا حتى في الارض ديالنا الى اخره. كتلقى كل شيء كيتلاح، وبالتالي يعني كتحول هذاك المنطقه اللي هي قريبه يمكن لهذاك الفيلاج او لهذيك القريه للبلاصه اللي كيتجمع فيها يعني النفايات. وبالتالي الامراض كيف حالي قلنا، فالامراض الربو هذه من اهم ومن اكثر يعني الامراض المنتشره بسبب يعني النفايات اللي بعض المرات تكون مخلفات منزليه، الامراض التنفسيه بصفه عامه، الامراض ديال القلب الى اخره، الاحتباس الحراري، يعني هذا الشيء حنا عارفينه ملي كنجيو تنضروا بالبيئه ديالنا يعني بصفه عامه، انتشار ديال الروائح، يعني هادو كاملين كيبقاو اضرار اللي هي كضر الفرد وكضر المجتمع. وقبل من ذلك بحال اللي قلت في التعامل مع هاد الامور هادي، سواء السلوكات اللي بحال اللي قلتي مثلا تكونوا غاديين في السياره، وللاسف انا بعض المرات تلقى سياره فخمه يعني ديال شي واحد اللي تشوف الطوموبيل يعني كتقول واه غادي تقول انا فين هادشي كله، يعني غادي نكون في السياره ولا حتى بعض المرات يعني كتلقى في وسط المدينه للاسف، وكيكونوا السيارات من موراها اولا الموتورات اولا حتى الراجلين، وبالتالي كتجيو كتلوحوا على هذوك الناس كترمي يعني. وهذا الشيء يعني ماشي سلوك اللي هو حضاري وماشي سلوك تربوي يعني بعض المرات، وهذا الشيء علاش حنا بغينا نذكروا ونحسسوا الناس، لانه فاقد شيء لا يعطي. حنا وليداتنا حنا كنربيهم بالقدوه، راه بعض المرات كتلقى الاب او الام في القدام ديال السياره، والوليدات اللور هما اللي كيرميو هذاك لو ساشي ولا. وللاسف بعض المرات راه كتلقى حتى الناس كيكونوا قاطين الطريق مثلا في طريق السيار، وكتلقى ساشي كبير نيت يعني فيه كاع داك الشيء اللي بقى ديال لي كانات ديال يعني لي بيسكوي والمسائل كامله، كتجمع وشنو فين كيمشي هذا الشيء كيتلاح من اكيد. فهذا الشيء مخصوص يكون في العصر اللي حنا وصلنا له، اللي غيدير هذا التصرف هذا يمشي يدخل الصاله ديالو في الزربيه ويجمع ديك لابليكاسيون ويشوف هذا الشيء. هو ما كاينش انسان اللي يقدر يبغى يدير بحال هذا الامر هذا يعني، وانما حنا دائما ما تنحطوش للاسف راسنا بلاصه الاخر، وخصنا نتعلموا شويه يعني نفكروا في بعضياتنا، خاصه انه كي بحال اللي قلنا في الاول البيئه راه ما تتخصش فرد، راه كتخص المجتمع المحيط فين كنتنفسوا فين عايشين فين كناكلوا. ناخذ واحد المكالمه دكتور نوال معنا الحسين مرباط. سي الحسين مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اش اخبارك سيدي؟ بارك الله فيكم، تحيه للاذاعه الوطنيه وشكرا على البرامج. مرحبا سيدي، حنا في الخدمه. بالنسبه لي انا كنشوف بان البيئه تحتار مثلا في المدن، كنشوفوا بعض السيارات اللي كتنبعث من الدخان، الدخان هذا كيساهم في الدراسه ديال منظمه الصحه العالميه، تقول بان انبعاث ديال دخان السيارات كيساهم في التلوث البيئي، التلوث البيئي بواحد الصفه عامه، وكيساهم في الاحتباس الحراري. فبالنسبه لنا كنشوف بان خص دار واحد الحملات بخصوص تفعيل شرطه البيئه، ضرب من الحديد على الناس هذو اللي كيخليو السيارات ديالهم كتنبعث منهم الدخان، لان الدخان هذا كيساهم في هذا التنفس، كتساهم في امراض ديال الجهاز التنفسي. نعم، هذاك الاكسجين ملوث اكيد حنا غادي نستنشقوا. يعني وشكرا للاذاعه الوطنيه. تبارك الله عليك سي الحسين، وشكرا لك على المشاركه. يعني نقطة مهمة اللي هما جوج الحوايج، أول حاجة هضر على الأقدمية ديال السيارات، يعني السيارات اللي كتكون فاتت وخسر فعلا يعني فهي فعلا يعني كتلقى بعض المرات ماشي بعض المرات، وإنما بزاف الحالات حنا كنشوفوها يعني حتى في المجال الحضري كتلقى الطوموبيل يا إما لأنهم ما كنفحصوهاش يعني ريغوليرمون، هذه هذا خطر باقي يجرب بها غادي هكاك واخا هكاك غادي بها، وكنبداو نديبانيو يعني كنديرو حلول ترقيعية لو بغينا نقول ديك السيارة دونك ما كنتهلاوش فيها، وكذلك
كذلك السيارات القديمه اللي كتلقى انه فعلا يعني كينبعثوا منها غازات سامه اللي كتاثر اكيد على البيئه على الهواء واللي حتى هي الهواء بطبيعه الحال فكي راه حتى هو عنده يعني كاين تلوث الهوائي نقول يعني اكيد الامراض التنفسيه كيكون من 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 الاضرار ديال هذا النوع ديال التلوث. كذلك هضر على الحملات التحسيسيه وانا كنت جايه يعني باش نتكلم على اللي عندها اكيد دور اكيد فباش اننا نذكروا باش اننا يعني نحسسوا الناس فاكيد خص يكونوا حملات. والحملات راه كي بحال مثلا حنا اليوم ما تسنيناش انه يكون يوم عالمي ديال البيئه او للارض باش اننا باش اننا الحوايج اللي خصها الدار على طول العام سواء يعني في الاعلام سواء في مواقع التواصل الاجتماعي بما انه يعني واحد النسبه كبيره كتستعمل مواقع التواصل الاجتماعي كذلك لي زافيش يعني نعم كيديروا هكا اعلانات كتلقى خاص هكا في الاماكن العامه في يعني في الوسائل ديال المواصلات يعني بحال لي بوس بحال با يعني بصفه عامه القطارات الترام الى اخره. يعني هذه حتى هي من الامور اللي كتخلينا اننا نتفكروا انه كاين يعني واحد السلوكيات اللي خصها تحيد وان باش يعني نبدلوها بسلوكيات اللي هي غادي تكون حضاريه اكثر. كهضر كذلك على القوانين الزجريه واكيد انه القوانين الزجريه حنا دابا ولينا كنشوفوها يعني في سلوكات كثيره علاش لا يعني حتى بالنسبه للناحيه ديال الاحترام ديال البيئه تكون قوانين اللي غادي يعني تخلي الناس انهم يعطوا البال شي شويه. وشنو يدخل بزاف مثلا الا تعطانا قانون اننا خصنا نحترموا او لا شنو اللي ولا هذا الشيء مساله داخله في التربيه ونشوفوا اكثر ما هو تربيه. انا سيفغي القانون بعيد عليا شويه ماشي الدومين ديالي. نعم. وانما الليدي هو انه يكون واحد الجزر يعني بطريقه ما المختصين اكيد انهم ما غادي يجاوبوا احسن مني في هذا السلوك هذا. وانما انا اللي نقدر نهضر عليه هو من ناحيه يعني التربيه. اول حاجه يعني شوف راه كنربي وليداتنا اول حاجه راه تبدا من الدار اللي كتعلم مثلا داك الوليد باش رجع عاوتاني للوليدات. بعض المرات كتلقى كلينه او الوليد شريت له بسكوي جابو معاه للدار. بزاف ديال الحالات كتلقى الوليد صافي تيسالي وتيلوح هذاك فين ما كان. بعض المرات يلوح الكنيت في الصاله كيبحال اللي قلتي في الاول في الصاله ديالو او في البيت ديالو. بعض الاخطاء اللي كديرها الامهات او الاباء كتلقى واخا هو لا حاجه انا نجمعها من موراه. الوليد راه من 3 سنين بحال هكذا يعني الطفوله المبكره خصو يتعلم انه سلب الحاجه هو يمشي يديرها لابوبيل ودا كلم عليها. ما لقاش لابوبيل غادي يديرها في جيبه حتى يلقى فين يديرها. وهذا الشيء كذا منكم دخلناهم في التربيه اكيد. نعم. معايا بزاف ديال الاسئله. معنا واحد المستمع ما عرفتش ما كيصيفطوش الاسماء ديالهم في الواتساب باش انني نعرف مع من كنهضر. وكاتبه حسب التربيه ديال الانسان والبيئه فين تربى كل واحد وخاص الانسان انه يكون واعي رغم الحملات التحسيسيه اللي كيديروها العديد ديال الجمعيات وانما باقي هذا المشكل هذا. اكيد مستمع او مستمعه ما عرفتش شكون. وشوف يعني هذه حتى هي من كي بحال اللي قالت دونك التربيه اكيد عامل. تكلمات كذلك على المجتمع المدني وهنا كيكون عنده دور كبير. نوال من طنجه دونك اكيد يعني المجتمع المدني كيكون عنده دور. الشباب في الاحياء باش بعض المرات يعني ملي تيكونوا بحال هذه الحملات وهي ما بيناتنا حنا مثلا كمواطنين او مجتمع مدني مزيان حنا كنشوفوا يعني الحملات الخيريه او الاعمال الخيريه دائما تنتكلموا عليها ما كاين بحال هادشي. وضيف في طنجه كنظن كنت شفت واحد ما بقيتش عقلت على سميه الحي ما شفتو في انترنت اللي ولا فعلا مثال في طنجه يعني كيفاش كتشوف الشباب ديال الحي هما صبغوا الحي ديالهم هما نقاو الحي ديالهم بزهريات يعني شيء مشرف جدا. وبزاف ديال الدول ميم يعني حاولوا انهم يديروا نفس الشيء. علاش؟ لانه كانت مبادره فين بلاصه في طنجه هذه في طنجه في طنجه كتمشي واحد المنظر شحال جميل الشمال يعني معروف الاحياء هكذا كتلقاي في الباب كاينين ديبو مزهريات وهادشي الحمد لله يعني في الباب. كنشوفوه يعني بصفه عامه وانما مازال كاين مجهود يدار ومزال انه يكون منا حنا كمواطنين يعني كيف حنا نغيروا من انفسنا على قدر المستطاع. التحسيسيه والاعلام كل واحد يدير خدمته. من دائما كنقول انه حنا التغيير خصو يبدا بينا حنايا تربويين وكذلك علاش لا بيناتنا من الامور كذلك بما انه حتى المغرب يعني كيهتم بالبيئه وكاين يعني المخطط
المغرب الاخضر اللي كلنا كنعرفوا ليه، كاين اعاده التدوير اللي هي خصها تكون من الامور اللي دخل شي شويه في الثقافه ديالنا حتى في الثقافه التربويه. وبما اننا كنتكلموا على اعاده التدوير، نرجع للورشات اللي كنديرهم في المركز. كاين ورشات ديال الكرياتيفيتي، ديسان دو كرياتيفيتي، الرسم والابداع. دونك شنو كيدير معهم الاستاذ مع الوليدات؟ كيديروا اعاده التدوير ديال الامور بحال هكا، مثلا دي بواط كيكونوا ديال الكارطون مع الوليدات الصغار في الطفوله المبكره. دي بواط مثلا ديال السبيكات مثلا كيعاودوا يديروا منهم فريمون امور زوينه، وانا شاركت معاهم. يعني هذه عاوتاني من الحوايج اللي حنا كبار، كاينين شركات اكيد ديال اعاده التدوير اللي ولاو كثارين، يعني المخلفات اللي يمكننا ان نعاودوا نستعملوها كالوراق كالبلاستيك الى اخره، ما حتى ثقافيا في المدارس في المراكز بحال هكا علاش لا؟ ولكن يعني حنا ناقصين دوك القمامات اللي تكون كل وحده في هادشي. هادي في اوروبا يعني في برا كنشوف كاين سيليكتيف كنقولوا ليه، يعني اللي هو الانتقاء كيكون مدير في الطرقات. كتشوف ملي كتلقى بعض المرات ايام محدده ديال الشركات ديال النظافه، نهار تدوز باش انها تاخذ الحويجات، نهار باش تاخذ يعني القمامه ديال النفايات يعني ديال المطبخ الى اخره، نهار ديال البلاستيك الى بون. حنايا مازال ما وصلناش لهذا المستوى، ولا ما كنشوفوش تعمم يعني في المغرب. في بعض المناطق يمكن كاينين ماشي كافي، مي اونكور اون فوا يعني كنهضروا واخا المؤسسات ولا الدوله دير لوغون ديالها، مي حتى حنايا نتعلموا كوميم الانتقاء. راه هذا الشيء عاود حنا ثقافيا راه كنشوفوه حتى من والدينا ملي كنا صغار. كنتي مثلا كتلقى حوايج قدامو اولا ما عمرك ما تتلقى كل شيء مجموع، ولا ما كنتسناوش حتى الحوايج تيتقطعوا، راه كيوصلوا لواحد واحد السن حتى هما راه كتجمعهم وكتعطيهم لشي حد اولا كتشوف كيفاش كت يعني نبداو. اونكور اون فوا كنرجع باش نبداو براسنا حنايا الاولين. إذا دائما كيف ما قلتينا ونحاولوا أننا نغير من نفوسنا على قدر المستطاع، بلا ما أننا نبقاو نقولوا هذا فعل هذا تركه. بعض المرات كتكون كردة فعل، هذه بين الجيران مثلا شي واحد حتى هو مشى لغد غتلقى حاطة عليه حدا. كتقول بعض المرات بمعنى ما كاينش ذاك الحوار أن نمشي نهضر مع هذا. يعني هذا موضوع آخر، يعني كتكون نزاعات من خلال نزاعات كتلقى ما بين كيف حالي قلتي الجيران، أولا بعض المرات تكون اسره كبيره ساكنه مع بعضياتها كل واحد في ايطاج، كتلقى بين الطرق اللي كيديرهم بعض السيدات خاصه انه فوالا يعني ندير ليها. مي هادشي شوف كتبقى اونكور اون فوا تربيه وثقافه، ما خصهاش تكون. حنا خاصه ملي كنتكلموا على البيئه ولا كنتكلموا على القمامه والنفايات، فكيبحال اللي قلت في الاول هو كتعكس الاخلاقيات ديالنا والثقافه ديالنا، وهادشي ما خصوش يكون. ما نساوش انه المغرب كيف ما كان الحال كيبقى واحد البلد سياحي، كاين ناس يعني كيجيونا من بلدان مختلفه، راه ملي كيدخلوا تيشوفوا يعني بحكم حتى التعامل ديالي معاهم كيشوفوا في الاول تيشوفوا في انترنت يعني الصور اللي كنعطيهم، راه ملي كيجيو تيلقاو حاجه اخرى. دونك على الاقل حنا اخلاقيا يشوفوا فينا الحوايج اللي هي يعني من البديهيات ومن الامور اللي هي خاصها تكون يعني ما فيهاش نقاش. اكيد الملاحظه ديال نوال كذلك كتقول على ان الحي ديالهم مصبوغ في مزهريات، شباب واعي الحمد لله. كاين الوعي ولكن ماشي على عاميه الناس، حبذا لو انه يتعمم في جميع المدن كيف ما طنجة، موزعين سلات مهملات في الشوارع والأزقة، والإنسان ما كيشوفش واحد غير مبالي حتى أنا ندير بحاله. فعلا نحاول نخليه حتى هو بمعنى تقدم نصائح. حنا عاود كنهضروا على الطاقة الإيجابية، راه الناس حنايا كمجتمع ملي كنشوف واحد المبادرة اللي هي إيجابية واللي دارت بأبسط طرق، راه الوليدات طنجة اللي كنت أنا شفتهم في الإنترنت يعني بأبسط طرق، شباب في أزقة في أحياء اللي هي شعبية باش رجع الأحياء الشعبية، الصباغة المزهريات هما لي مويان ديالهم، وعطاو واحد المنظر فعلا جميل، وحدوا الالوان حتى ديال 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 الاصدقاء ديالهم ديال يعني ديال وكيكون البلو والاخضر كذلك. يعني واحد الاحياء شفتو في الاخضر، يعني كانت من حاجه اللي هي زوينه، واكيد باش يتعمم هنا باش يعني نوال الملاحظه ديالها مهمه. هنا فين كيجي الدور ديال وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام باش اننا يعني نتكلموا على هذه الاحياء. وها انا في رباط ولا في سلا وشفت مساله في طنجه وما شفتش انا اصلا طنجه، شفتها في وسائل التواصل في الانترنت. دونك هنا فين تيكون حتى لو بارطاج كنعاودوا نرجعوا للمشاركه ديال في وسائل التواصل، نشاركوا هذه المسائل اللي هي ايجابيه ماشي معنا. اناش السلام عليكم، انا شيماء من بني ملال، عندي بنيه في عمرها 3 سنوات، بغيت نعرف كيفاش نقنعها باش انها تبقى تجمع الاوسخ ديالها وتجمع الالوان ديالها بوحدها، بلا ما نبقى كل نهار نجمعهم من مراحل هي ما كتبغيش تجمعهم. واخا دونك اول حاجه كيفاش انه نقنعها باش
تجمع المسائل اللي كترميها. اول حاجه نبدا براسي انايا والاب ديالها في الدار كيفاش دايرين، واش ملي كطيح لينا شي حاجه اولا كرميو شي حاجه، واش حنا كنجمعوها اولا كنخليوها تما نهار يومين. اول حاجه نبدا بالقدوه. ثاني حاجه نحاول ما امكن ان يكونوا عندنا الوليدات الصغار في هذا السن هذا 3 سنوات يكونوا عندنا لي بوبيل شحال ما قديمه، يعني واحد الا غنعلمو فين الدار واحد فوالا باش تعرف، ويكونوا بالوان اللي هي مثيره ياك باش انها تعلم. ملي مثلا المره الاولى المره الثانيه تجمع نكافئها ونحفزها برافو عليك انها دارت شي حاجه هي ايجابيه جدا وخارقه للعاده، باش تولي من بعد غادي تبدا ديرها سيستيماتيكمون غير باش تسنى هذاك لو برافو ولا برافو. نعم كافئها بطرق هي بسيطه، راه تقدر تكون كيف بحال اللي قلت غير كلمات محفزه. الالوان ديالها تعنيقة. من فوالا بوسات عنيقه برافو عليك، انا غيجي باباك غادي نقولها ليه انت زوينه نديها معايا كذلك ملي نجري. هاد السلات ديال المهملات راه كاينين في الوان دابا كنلقاو في الغوص الى اخره، تمشي معايا وتختار هي كذلك معايا الالوان. في البيت ديالها اكيد في الغرفه ديالها تكون وحيده. نعم. وبالنسبه للالوان حتى هو كيكونوا بحال سليلات صغيره ديال 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 الالوان، تما تيكونوا في الـ في الـ يعني في الـ في الاسواق، حتى هي اثمنه كتكون بسيطه جدا، ونقول لها فوالا انا راه شريتهم لك باش تجمعي. لا الا بان ليا انك باغ اكزومبل ما جمعتيش اولا لقيت الملونات راه غادي نحيدهم لك كارمون. حاجه اخرى ما نولفوش الوليدات ديالنا اشاك فوا مثلا انه واخا قلت لك تجمع وما جمعتيش اجي نجمع انا موراك، لانه صافي تيولفوها. كاين بعض المرات بعض الامهات اللي كتلقى كعقاب كيحيدوا الوليدات كاريمون، يعني ما جمعتيش حوايجك اولا ما جمعتيش هاد الامور ديالك راه ما غاديش تعاود تشوفهم نهائيا. وكيديروها وكتكون قاعده كيتبتوا عليها يعني واحد بعض بضع الايام. والولد بطبيعه الحال ملي كيشوف العقوبه دارت راه اكيد انه ما كي دونك تبدا مع البنيته ديالها بشويه هذا هو السن فوالا نبداو شويه بشويه. نعم معنا مستمعه جديده. السلام عليكم. تحيه للاستاذه نوال، سميتي زهره وكنعيش في واحد لاج سكان اللي فيه ما كيخلصوش مول الكاميو، ما كياخذش لهم الا ما خلصوش مول الكاميو ما كياخذش لهم النفايات ديالهم، وكاينين الناس اللي ما قادرينش يخلصوا كيلوحوا الازبال ديالهم في المكان، وبهذا انا كنتحمل المسؤوليه للسلطات والجماعات المحليه. دونك هنا عندها هي رساله للسلطات دونك كنظن انها وصلت. من هنا عاوتاني كنعاودو كوغ اون فوا كي بحال اللي قلت في الاول، كل واحد ياخذ المسؤوليه ديالو. اكيد رسالتها وصلت، وانما كيف ما كنحملوا المسؤوليه على حد فوالا هي بون هي جمع الاقل اللي يعني نقوم بها الا كانت هي ريغولييغ مع هذاك الناس اللي كيجيو. نعم نشوفوا معنا مكالمه هذه المره معنا رشيده من تماره. مرحبا بك رشيده. السلام عليكم. اش خبرك لاله؟ لاباس عليك؟ كي دايره الحمد لله. لاله رشيده بخير وعلى خير. شكرا على هذا الموضوع، الله يجازيكم بخير. مرحبا لاله رشيده، شنو رايك في الموضوع؟ كيمثل الوجه ديال المغرب كامل. نعم طبعا. تفضلي لاله رشيده شنو رايك؟ واحد كنشوف انا المساله اختي من مساله التربيه كما قلتوا، التربيه وعقليات. وبكري كنظن كنا في حي شعبي ساكنين. وكان واحد تآزر واحد تكافل وكان واحد اتفاق حول ان الحي خصو يبقى نظيف. نعم. مع العلم كانوا الناس ديال الحكومه كيدوزوا حشاك، الناس ديال النظافه كيدوزوا في الليل، كتبقى الجاره واقفه كتعيط للجيران ديالها كاملين خرجوا. نعم كانت مسؤوليه جماعيه كلشي واخد فوالا جماعيه كلشي مساهم كلشي مشارك فيها. نعم. دابا ملي دخل هذا الفكر هذا النمط الاوروبي اللي هو ماشي ديالنا وهو غريب علينا، كما بان الناس تغيرات على مستوى الشكل ولكن المضمون بين قوسين تتعد راسها تقدمات على مستوى الشكل ولكن يعني مستوى المضمون تاخرات. نعم. تلقى الناس زعما مثقفين في واحد المستوى معرفي معين في واحد المستوى كيلبسوا مزيان وتريحوا مزيان والسيارات وكنقولوا زعما راهم هادو هما اللي كيمثلوا النخبه ديال المغرب. هذوك الناس انت كتسكن معاهم على حسب مثلا حي فيه العمارات تلقى الناس كيرموا الزبل في الباب كيخرج تخرج مي كتلوحها قدام جيرانها كما قلتوا كتخلي الانيه تعلقوا ماما وكيحطوا حدا حاجه ما كنسميها انا ثقافه الجهل او ثقافه البوطو. خصنا نحطوا حدا الميكات ديال الزبن تكيهو مع البوطو، ما غاديش نحطها مع الميكا جالسه بوحدها حطها في حاجه في الانيه ديالها المخصصه، لا غادي نحطها حدا البوطو اللي قلت يا استاذه وكيجيو دوك الدراري اللي كيخلو كيشتتو داكشي كيبقى هكذاك
كتولي واحد الحاله. حتى الناس اللي غادي يجيو من بعد الناس ديال النظافه غادي يجيو غادي يتكرفصوا غادي نقطعوا هكا غادي نزيدوا لهم التمارة الله يكون في العون كينقيو علينا وكيجمعوا علينا غادي يجي غيلقى داكشي كله مشتت غادي يكون اكثر وعاد الزاج وبزاف ديال الاشياء اللي ممكن يضرهم. ودابا الحي ملي كتدخلي له استاذ راه كيبان لك زعما بين قوسين راه تيبان حول زعما الناس نقيين كنقولوا زعما راه ماشي واخا راه كلشي نقي لكن كتبقى مساله عقليه بحال اللي قلت لك الوسخ والزبل حشاك وهذا ونبس ونتعفر وهذا ونهبط. اما العماره حديث ولا حرج بلا ما نهضر لك على المشاكل العماره تحت الدين ان شاء الله شي ان شاء الله شي مره نهضروا المشاكل هذه ديال داخل العماره عاوتاني حديث ولا حرج مشينا امام اشكاليات وهذا الشيء كيضر في القلب ملي كتمشي لدول اخرى اول حاجه اختي كتصدمك صدمك في النظافه والنظام. كنتمنى لو يا ريت الشعب المغربي راه شعب طيب وشعب نقي وطيب وكيبغي القانون كون داروا القانون كون طبقوا قوانين وزيروا الناس وداروا واحد قوانين خاصه بحال اللي قلتوا بحال المخالفات ديال الردع لهاد الزبال اللي ملوحه في زنقه بارتو راه يا ريت ودور اختي في تماره غادي يبان لك نقول لك ماشي لتماره مرحبا بك وشوفي كل بوط وحده واحد الكومه كبيره جدا من الزبال بوط واخر حداه كومه واحد ما كيخرجش كاع الحشاك الزبال في الوقت ديالها كيخلي حتى كيصبح الحال ريحه الحوت والشمس النهار كامل فعلا لا اله الا الله محمد رسول الله والله يدير التاويل ديالك. شكرا لك لاله رشيده شكرا لك على التدخل ديالك صباحك مبروك كذلك كلاله رشيده. شكرا لرشيده نقاط مهمه ومن بينها العمال النظافه وعطاتنا موضوع كذلك اننا العمارات كتبتو يعني فعلا العمارات او الجوره في العمارات كاين بزاف ما يتقال لك بحال هكا علاش لانه كتبقى ظاهره نوعا ما يعني جديده واكيد انه التعامل ما بين الجيران تختلف دونك عمال النظافه هذه مساله اللي نردوا لها البال. حنايا غالبا كتلقى ثقافيا في ثقافه جديده كتلقى انني كنرميو مثلا هذاك النفايات او هذيك القمامه وكنقول واخا دابا يجي شي حد يجمع هذا الشيء. يعني بالتجربه انا كنت شفتو حتى في الشركات اللي كنت كنخدم فيها اسافوار كو الشركات فين كنت كنخدم كانوا شركات كبيره ديال متعدده الجنسيات يعني بين قوسين وانما واخا هكا كنا كنشوفوا شي سلوكات اللي غريبه سبحان الله. يعني كتلقى دي فوا لي بوبال ها هما كاينين ومع ذلك في لي زيسباس دو بوز يعني في البلايص فين كتلقى المدخنين كتلقى دوك لي ميغو ديال السيجاره واخا دابا دوز لافون دو ميناج غادي تحترمو كيفما كان الحال هاد الناس هادو لانهم تما كيبقاو عندهم مهنه اللي هي شريفه وعندهم مهنه اللي هي مهمه جدا وفيها الاجر بزاف وانما مع ذلك حنا على الاقل يعني شويه كوميم نراعيو هاد الناس هادو. نعم قبل ما نختمو نقرا فقط رساله ديال خديجه من الرباط. السلام عليكم كنشكركم على هذا البرنامج. بالنسبه للموضوع كاين اللي كيرمي الازبال في اي محل انا عندي محبقه في الدار في الباب ديال الدار كل مره خاصني نلقى فيها الزبل كيجيو لها المحبقه ديالها وكيرميو لها الازبال هذه حتى هي مساله من الظواهر اللي خاصها تكون. نعم تبارك الله عليك الدكتوره نوال. شكرا لجميع المستمعين الكرام اللي شاركونا في هذه الفقره هذه وشكرا لكم على رسائلكم. كنعتذروا للناس اللي ما قدناش الوقت اننا نقراو الرسائل ديالهم مشكورين على تواصلكم معنا. وبعد قليل مستمعينا الافاضل خليكم معنا في الاستماع الدكتور والبروف